الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من تأمين أجساد الزواج بعدما بينا الأدلة على أجساد الزواج وبينا أنفها والكتاب والسنة الدلالات منها على هذا الباب العظيم وهذا الوقت العظيم في أدلة الأحكام وأجساد الزواج، قلنا أن الكتاب من أدلة الكتاب على حجية أجساد الزواج، الأدلة من الكتاب على حجية أجساد الزواج. قال تعالى: وكتب الذين يؤمنون بدون الله فيكتب الله عدوا. طب ايش تاني؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا وقولوا الظلم. ليه؟ ايش وجه الدلاله هذا؟ ها؟ سد ذراعك ايش؟ شابوا من كفار وقال يا سد اليهود هذه ذريعه. ليش؟ لما ثبت ان السبب كان مكتوبناه باطلا، فلما وجدوا الصحابه كنا راعيا فارادوا بالي من الالزمه ثبت ان السبب ظاهرا ولم يثبت. تم الذين تولوا من ذلك الزرار والكفر وتفريط وحزنهم والفضل لمن حارب الله ورسوله، فهذا ذريعه مع ان الظاهر التقرب الى الله بالله المتاب، والاصل المبطن هو أو جميل من المؤمنين. من أين التفريق بين المؤمنين؟ من السنة؟ من السنة في سد الزرائع؟ نعم. سد الحال بين الحرام بين وبين مرموق، فمن التقى الشبهات فقط وأرواح الأصل فيها من حام حول الحلة يوجد كلام عظيم، فإذا أخذ بالوسائل وقع بالمقصود. نعم. قول السنة: لا تتخذوا قبل الوسائل من نوع هذا محظور دون الوسيلة. لا، الوسيلة إلى ذلك هو أن تقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا، لأنها من العبد، فإذا اتخذوا القبر عيدا فقد اتخذوه وثنا. قول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: لولا أن قومه حديث عهد الزهور لأهدوا زرع الكعبة ولبنيتها على المقاصد ابراهيم أو على قواعد ابراهيم. إذا صح يعني بعضهم يقول التضعيف بهذه الأثر أن عمر قطع الشجرة، لكن نحن نستأنس فيها ونقول أنا من فعل الصحابة إن صح السند هذا الجيد. صلى الله عليه وسلم قال سلم: لا تظلمني كما حصل في الإصابة الظهرية. هذه دلالة على إيش؟ حسن مسك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، مسك ليس مراجع الحمد لله بس إظهار الاحترام. أقول المسألة الثانية التي قلناها وهي التضعيف في هذا الباب على فعل الأئمة الأربعة وتأثر الأئمة الأربعة بهذا الأصل العظيم وهو سد الزرائع. أو تقول مثلا: أولى سد الزرائع هم المالكين، أوسع العلماء وأوسع المذاهب، أقدم سد الزرائع هم المالكين، ولذلك توسعوا جدا في هذا الباب سدا للذريعة أو حتما لمادة الوقوع في الحرام سواء ربا أو غير ربا أو الحرام المتضرر منه، فسد الذريعة أصل وصول المذهب المالكي، ولهم في ذلك أدلة كثيرة التي اتفقت، وعند التطبيقات ترى أن أكثر وأوسع المذاهب هم المالكية، لذلك أنكر المذاهب جدا عليهم هذا الباب. وإن كان الحق أن جميع العلم الأربعة يأخذون سد الذرائع ويفضلونها، لكن يسمونها بغير هذا الاسم، منهم من يريدها كحساب، منهم من يريدها كحساب، من
ضبط الشريعة، لكن الحق كل الحق من المذهب إلا وهو ضبط مبدأ سد الذريعة كما تريد. أما المالكية قلنا هم أوسع المذاهب في ذلك، وتطبيقهم كثيرا ما تجد في العقول، تطبيقهم سد الذرائع كثيرا ما تجدهم في تجد وعندهم في العقول. كأوجد عقول ديوع الأجيال، ديوع الأجيال دائما يتحرزون فيها ويحسمون المادة وإن كان ظاهر العقل توفر الشروط والأركان. أيضا يقولون هذا حرام. الأمثلة كثيرة جدا، أولا منها بيع عينة، بيع عينة الأصل الأصيل عندهم أنه حرام على النص والصحيح أن هي فيها تفصيل، لكن غير المقصود المالكية أصولهم في المنع من بيع العينة هو هذا الأصل تبس الذريعة. وبيع العينة أن يشتري رجل، أن يشتري رجل سلعة من رجل نقدا بثمن ثم يبيع عليه مزيئة أو العكس، يبيع على المزيئة بثمن بخمسين مزيئة ثم بعد ذلك يبيع عليه، يبيع هذه السلع عليه نقدا بثمن أقل بأربعين، ثم يكون قد اشترى السلع بخمسين مزيئة وباع وابتلع عليه هو الآخر بثلاثين، فكأنها قرض تجار نفس. فهو يقول هذه وسيلة للبدل، وسيلة لأنه يقترض منه خمسين أو يقترض ياخذ منه 30 نقدا ويرجعه ويرده 50 بزيادة، لأن كل قرض جار نفع هو ربا. فلذلك يقول الإمام مالك في هذا الباب هذا ذريعة للربا، يأخذ 50 ثم بعد ذلك يرده أو يأخذ 30 ويرده 50 نجيبا. فهو المالكية يمنعون من ذلك. الصورة الحية بين الناس هو أن يذهب مثلا إلى بلد ليشتري سيارة، فهذه السيارة رقمها بخمسين، فالبنك يشتريها بخمسين له، يشتريها بخمسين، يشتريها بخمسين البنك له نقدا ويبيع عليه بسبعين نسيئة مرجعة، فهو اشترى بخمسين وباع عليه كم؟ بسبعين، فكأن المشتري ذهب إلى البنك فاقترض منه الخمسين ثم رد الخمسين له بكم؟ بسبعين، ونزلت منزلا جيدا جدا ألا وهو ضرائب بضرائب بينهما ايش؟ سيارة ضرائب بضرائب لو اقترض الضرائب ورجعه لرهنين وبينهما اقترض بينهما السيارة. فهذا هو اصل مذهب المالكية، بيوع الاعجاز خاطبة ينظرون فيه الى التهمة ويقولون يحرم هذا البيت، يحرم هذا العرض لما؟ سدا لذريعة الربا او تملاقا وزيلا الربا. الثاني أيضا من الأمثلة الواقعية التي تطبق عند المالكية أن يعطي الرجل مسألة تأجيل الصدام، مسألة تأجيل الصدام. الرجل الذي من الإنسان بإبراهيم وجب عليه أن يقضي مهرا له، قال الله تعالى: وهاتوا نساءكم في قاضيهن نحلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه المرأة الظاهرة وأنت قد جاءت فنظر صعب القول النظر فيها، ثم بعد ذلك عرف أنه لا حاجة فيها، فقال له الرجل: يا رسول الله إن كان لا حاجة لك فيها فزوجني زوجت إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين طلاقها؟ قال: صدقا أعطيها مهرها. فقال: ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما أملك إلا إزار. فقال له: إن أعطيتها إزارك أعتمدت بها إزار إلى النهاية. فقال: تعلم شيئا من القرآن؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك على ما معك من القرآن، زوجتك على ما معك من القرآن. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المتزوج أن يعطي الصداق. وأيضا لما علي بن أبي طالب أراد أن يقطع ابنته قال: أين مهرهم؟ سألوا عن المهر، ثم قال: اعطيها ضرعة حتى لا يدخل عليها إلا ويصدق الصداق. ويتسامح في ذلك إن كان الصداق مسمى بين الزوج وبين الزوجة، بين الولي وبين الولي، أن يدخل عليه ثم ينشئ بعد ذلك الصداق، يعطيه يكون زين في ذمته فيعطيه الصداق. الإمام مالك كفر ذلك في عقله، قال: لا يجوز هذا الزواج، منع من هذا الزواج، الزواج بغير صداق أو صداق مرجع منع منه. لمن؟ سد للذريعة. إيش هي الذريعة؟ أن يتخذ الذريعة بأن الصداق يكون مرجعا ولا يعطي صاحب العقد المهر لزوجته أو الصداق لزوجته. لذلك قال: هذا ذريعة لإسقاط الصداق. فإن تزوج ولم يعطي المهر، لم يعطي المهر فورا، لم يعطي المهر فالعقد لا يصح. من باب سد الذرائع، وهذه أقوى ما يتبناه الإمام مالك، ألا وهو
إعطاء العقد دون إعطاء المهر، لأنه سريعا إلى أن يتزوج غير مهر، والمهر أو القضاء ركن من أركان حق النكاح. من ذلك أيضا ما يصح أن تتزوج غير مهر يتسامح بهذا المؤمن أن عقد النكاح تحصل السعادة عليه. هذه ملخص المسألة، عقد النكاح يعني يصل ويتوقف أو تتوقف تحصل على ذلك. والرجل أيضا في قول الرجل وله دين إلى أجل، فإذا جاء الأجل يعني رجل محمد له دين جاء له على زيد، فلما جاء الأجل فقال زيد المئة بتسعين، هذه السلعة بكم؟ عنده سلعة بمئة، فقال هذه السلعة بكم؟ قال هذه السلعة بمئة، قال ونزيها، قال بمئة وخمسين، قال اشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين. مفهوم؟ هو عنده ايش؟ مئة، فأصبحت المئة مقابل المئة وهي السلعة بمئة، فزاد عليها خمسين. ما الذي جرى أن يزيد عليها خمسين؟ ها؟ عشان يزيدوا أجل، يزيدوا أجل في القرض، أي بالضبط مثلها في الصورة الواقعية أن يقرض أحد قرضا وفي الباطن يريد منه النهب، كمثل رجل أراد أن يشتري ذهبا بدراهم، فلما ذهب وجد الذهب بخمسة آلاف وهو معه أربعة آلاف، فحتى لا تضيع الدرع والثمن على الطائر قال له حتى ترجع لا خذ ألف مني، خذ هذه الألف مني قرض واشتري مني بالتقاوم بخمسة آلاف الذهب ورد عليها ألف وقتها شيك. الظاهر في ذلك أنها ليس فيها دم الشرك، لماذا؟ لأن هو أعطى ألف وسيأخذه ألف، هذا قرض دم الناس، لكن الباطل أن هناك نفعا. ما هو الدفع؟ هو سيشتري منه هذا الذهب فيندفع هو بالثمن الذي يشتري منه الذهب. لذلك الملكين ينظرون هذا الذهب أي مذهب لأن ذلك يكون هذه معاملة صحيحة ليس فيها شيء. رجل اقترض ألفا وردها ألف واشترى ذهبا بالشروط والأركان الصحيحة، قبض الثمن ولقد قبض الذهب صحيح، فهذه ليس فيها ثمن شيء. الثاني هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للملكين، لا يقولون بالاقتراض العقد بهذا لأن هذا قرض يعتبر قرض إيجار نفس، فلا يصح عندهم حكم المذهب الرجل. هذا بالنسبة للتطبيقات العملية في المذهب المالكي. وبالتالي احتفظوا بها لننتهي الآن، ندخل على المذهب الأربعة وننتهي. المسألة ذهب يشتري، ذهب الرجل يشتري ذهبا لامرأته، فالذهب وجد خمسة آلاف وما معه إلا أربعة آلاف، فيريد أن يشتري ويصح البيع لابد أن يعطيه بيده خمسة آلاف ويأخذ الذهب صحيح أو لا؟ قال ما أستطيع أعطيك الأربعة وأزيدك بعد ذلك ألف، لأن هذا يعتبر نتيجة عدم تفاوض في المجلس وعدم المساواة، عدم تفاوض في المجلس فيه نتيجة، فلذلك قال له حتى لا تقع في الربا خذ الألف، فاشتري بخمسة آلاف الذهب ثم رد علي الألف. ظاهرها ليس فيها ثمة شيء، شك رجل أخرج رجلا ألفا وأخذه أما، لكن لما كان فيها الحوار فيها الحيلة على الربا، لأن هذا قال فيه نفع أي نفع فيه صاحب المحل فيستفيد ببيعك ذهب طيب أو لا، فإذا كان واصل له فالحق من ذلك أن نقول بأن هذا يقسم يقسم مادة كبيرة من القرض للرجال الأب في مذهب الملكية فيقسمون هذا العقد. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، وهذا المذهب أيضا الثاني في الأرض بسد الزراعة، الثاني في الأرض بسد الزراعة، وله تطبيقات كثيرة جدا منها كما قلنا في العقود بيع العين وهي مشهورة، لكن الحنابلة يسدون الباب ويقولون بيع العين، بيع العين كما ذكرناه لأنه يعتبر ضراء من ضرائب بينهما سلعة، وابن تيمية خرج على ذلك مسألة لم يوافق عليها حتى الحنابلة، ألا وهي مسألة التورط، مسألة التورط خرج على العين وخرج على نفس الأرض، أنتم تقولون سد الذريعة، الرجل ذهب يشتري السلعة من أجل الورث، لا من أجل تملك السلعة وبيعها والربح فيها بالظلم والظلم، هو ما أراد إلا سيولة المال، فلما رأى أنها مسلمة بالمال وما أراد إلا المال وما أراد إلا الورث فأشبهت ما قلنا ضرائب بضرائب بينهما إيش؟ وهذا الذي برح به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن التورط قال أو وسيلة الربا، أو قال طريق إلى الربا، فهي وسيلة إلى الربا، فلذلك حكمها ابن تيمية وقال التورط حرام، وقال ابن القيم وراجع العلماء
شيخنا في هذه المسألة أكثر من مرة وهو على موقفه يرى أن التورط حرام. لذا لأنه كما أكثر من أصل لأنه ذريعة ووسيلة للربا. طبعا في الواقع المعيش اسمه إيه؟ الحرق أكثر السلعة إن أشتري السلعة وإحراقها يعني اشتري السلعة مثلا بنسيئة بخمسين ألف يبيعها أقدم بعشرين ألف لأنه يريد الديونة والوارد يريد الوارد. فهذه أيضا من التطبيقات العملية في المذهب الحنبلي. من التطبيقات العملية في المذهب الحنبلي الوصية عند النووي وتصورها بوصية المخالعة عند موت الزوج. رجل معه زوجته وعلم أنها لو ترث مع إخوانه له إخوان وله أولاد وله مثلا جد أو أب فرأى أنها لو أخذت حظها الثمن بالإبن معهم لا تأخذ إلا اليتيم. فإيه؟ خالع. إحنا ما نعرف ذلك لأن هو عند الموت أخذ عقد الخلع خالعها وأوصى لها. بعدما خالعها إيش خالعها؟ خالعها على أنه إيه؟ نعم يرد عليها ولا يرد ولا ترد عليه؟ هل التعليم صحيح؟ لا هو خالعها بدون إجابة يخالعها وإذا خالعها أوصى لها. طبعا الخلع فسخ على وجه تحريم الطلاق فإن كان فسخا فليس بالدوله فلا ثالث. هذا اول الطريق للحيله اسلام المسائل هو خالع. لو طلقها ستكون ايه؟ زوجه. يبقى حتلف ولا مش هتلف؟ وهيرجع للمساله الاولى ان هي ارثها ضئيل وهو يريد ان يكفر من المال الذي تاخذه. فقال لو طلقتها ستلف ستلف لان في العده هي زوجه. انت فاهم؟ ايش اللي فاهمه قولوا هي لو حصل خلع حاسين منه فلو كده لازم تروح للغير انت صح كده بس ما خدت لو طلقها هتلف في العدة على انها زوج احسن ولو اوصلها ترفض لان لا وصية ليش الوالد احسن. فلو خالعها دامت على الراجح ان هو فسخ وده الراجح في مذهب الحنابلة ان الطلاق فسخ وهذا راجح صحيح حتى القول الشافعي الصحيح انه فسخ وهذا راجح صحيح فهو فسخ والفسخ بينونة. فإذا هي ليست زوجة فله أن يوصي لا. ولذلك الحنابلة نظروا فقالوا ننظر في الوصية إن كانت توافق الثمن اللي هو الإبن أنفذناه وأما إن كانت أزيد من الثمن لا ننفذ الوصية. ليه؟ عملناه بإيه؟ بالثمن سدا للذريعة لو أراد أن يضر بالموافقة بهذه المطالعة. هذا بالنسبة لتطبيق العمل في المذهب الحنبلي. أيضا بالنسبة للمذهب الحنبلي في التطبيقات العملية يقولون لعدم جواز الشراء ممن يرخص السلع. عند تدخل السوق تجد رجل يبيع السلع ب 10 ورجل في أقصى السوق يبيعها ب 7 يبيعها ب 8. فإذا باع ب 7 أو ب 8 في أقصى السوق فالأولى أن أنت ليك 7 تذهب للأقارب حتى تشتري له قال هذا لا يجوز والبيع هنا لا او البيع قال لا يجوز هذا البيع. لما؟ قال لان انا السهم الذي يوقف السرعه انه يريد ان يضر بايش؟ بالاخرين. وهذا المبدا ده طبعا انت لو اردت ان تخرج ليش الشيخ ابن باز ليش لما جه يوم يستفتح يا شيخ المصنع اللبن عندنا بيبيع لبن ومعه هديه ومصانع اللبن في السوق لا تبيع ده هديه يقول هذا لا يجوز. المسألة لا يجوز ليست لا يجوز من أجل الهدية لا لا يجوز من أجل إيش؟ أنه بذلك يوقع الضرر بالآخرين ولا ضرر ولا ضرر. فهو يقول هذه حيلة رخص السعر أكيد في بينهم بعض شيء فرخص السعر من أجل أن يضر بالآخرين فلمنع حتما لمادة الضرر وتسلم للذريع. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ساعد لنا قال إن الله هو المساعد قال إن الله هو المساعد ولم يصل المساعد له. ومع ذلك فإن العلماء يقولون لا ويسلمون على ذلك عمر بن الخطاب لما دخل وجد حق النبي مفتاحا قد باع سلعة بروح فقال له زد وإلا فلا حلفة من سوقنا زد وإلا تضحى عن هذا السوق حتى لا يبقى الضرر بالآخرين. هذا بالنسبة لمذهب الحنبلي ولا مر ولا عجب لأنهم يقولون بأن سد الذراع أقرى فيه. أما مذهب الحنفي فهم يقولون بأن سد الذريعة ليس ليس بحجة وعند التطبيق العام يطبقون ذلك والدلاله على ذلك التطبيق العملي انهم في مساله صوم الشك صوم يوم الشك هم يقولون بان المفتي يستحب له ان يصوم يوم الشك سرا لا جهرا. لما تقول لنا ابحث الله صوما سرا قالوا افضل من الاحتياط. انت قلت ايوه اما شوف الاخوه هؤلاء
الصيام يوم ايه؟ الشك. فقبل لو صام يوم الشك امام الناس ظاهر الناس هيقولون عفى الله ورسوله كما في حديث سمعان هو ايه؟ من صام يوم الشك فقد عفى الله او عفى هذا الظن. فهذه قول يكون سرا لا يكون جهرا حتما بذريعه التهمه له فقط ويمنع الامه، يعني هو يقول ويمنع الامه لما فيها من حديث عليه تعليق الصوم ويمنع الامه من الصوم. قلنا لما؟ قال يمنع الامه من الصوم حتما لمده اعتقاد الزياده في الواجب. مفهوم؟ يعني زياده في الزمن الله. قالوا حتما لهذه المده قل له لا لا تكون يوم الشمس حتى اذا صمت ثم صمت ثم صمت اعتقدت ان هذا اليوم من ايه؟ من رمضان. فحتما لهذه المده حتى لا تحتملنا انها من رمضان لابد ان تقطع هذا ولا والا تصوم. ايضا من التنظيف العملي لهم ان اقرار المريض حين موته بدين لا يؤخذ منه. يجعلون التهمه في الاقرار بدين، ان هو يقولون التهمه هنا هو يريد ان يضر بايه؟ الاقرار بالورق، لذلك لا يفسدون الاقرار بذلك. اما الشافعيه فهم اقوى المذاهب واكثر المذاهب وادق المذاهب رفضا لمساله سد الذريعه، لذلك ابن القدامي في كتابه كتاب المال الوصول له المفصل يعني ضرب ضربا شديدا فيما يقول بسد الدوام، ومع ذلك عند التطبيق العملي ترى الشافعيه ياخذون بسد الذريعه، من ذلك التطبيق العملي ان الشافعي افتى بان الجماعه المعذوره عن صلاه الجمعه، وطبعا العذر عن صلاه الجمعه اما خوف او مرض او سفر، فقال ان كانوا جماعه والعذر عندهم يثبت صلاه الجمعه لا يصلون جماعة بين الناس أو لا يصلون ذلك لا يصلون الصلاة بين الناس خوفا من التهم خوفا من أن يتهموا بأنهم يكفرون الناس مثلا يصلون وحدهم أو من التهم أنهم يتركون صلاة الجمعة ولا يعتنون بها فهذه من علامات النفاق. أيضا يقولون لأن المسافر أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يظهر ستره بين الناس. لما؟ حتما لمادة أو لذريعة التهمة له، حتما لمادة أو لذريعة التهمة حتى لا يساهم في الفسوق، ولذلك يقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا قلنا له اخفي ذلك، كان ليس بنفاق، اخفيه لما؟ لأن الرعاة والشفاء كلهم يمكن أن يتهمونك وأنت لست بمتهم، ظالمون لكنهم ايش؟ سفهاء، فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونهم حتى لا تتهم، تبتدي الذريعة. الرابعة أيضا قال الشافعي يتمنى بأن الصناع لا يضمنه، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يد الصانع يد إيه؟ ليس يد الضمان، أنت أعطيتني بسيارة، أنا أجهز لك ما فيها من تجهيزات، هل يدي تكون يد ضمان ولا يد أمان؟ يد أمان أنت وكلتني بالتصريح وأنت لا توكل إلا الأمين. فاليد الاصل فيها يد امان، فكان الشافعي لا يقول بذلك يعني لا يشعر بذلك امام الناس، لا يقول ان الصناع لا يضمنوا، لما؟ تبدا بذريعه التهاون في اموال الناس، حتما يمثل ان الصناع اذا علموا ذلك اتهام ويضطروا على انفسهم وعدم التشديد على انفسهم من اجل الحفاظ على اموال الناس، فلذلك الشافعي كان يتحاشى يبكي بما يدين الله به وهو تطمين الصناع انه تطمين الصناع ليس في الامر ان الصانع يده يد امان ما كان يبكي بذلك، لذلك حتما ماده التهاون في اموال الناس. ايضا من المسائل التطبيقيه العمليه في المذهب الشافعي على الرائح اللي في بلاد على الرائح ان القاتل لو قتل مورثه عمدا او خطا لان الخطا في خلاف ان وجد خطا في خلاف المذهب هل يرث ام لا، لكن الرائح عند اهل التحقيق في المذهب قالوا من قتل مورثه عمدا كان او خطا لا يرث. طبعا عمدا معروفه، اما خطا فلمن تبذل الذريعه حتى لا ياتي رجل فيتجرا على ذلك على دماء الذين يورثونهم. هذا اخر المسائل التطبيقيه العمليه عند علمائنا في تطبيق في هذه المسائل، ذلك يبقى لنا اقوى المسائل في ذلك الا وهي افضل اختلاف في الاصل لهذه القواعد في المسائل الخلافيه، افضل اختلاف في الاصل او اعتبار سد الذريعه حاجة من اصول ديننا او من الاحكام باننا نفضل وننظر اي المسائل الخلافيه التي نجمت بسبب عدم الاصل سد الذريعه ثم تكفيك نتائج سد الذريعه وكيف كان يطبقها على المسائل ثم نكتب بعد ذلك ويا